هذا البرنامج برعاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجنا النهاردة. إحنا النهاردة حلقتنا الخاصة اللي بنقدمها كل أسبوع وهي لو كنت مكاني. طبعا حلقة لو كنت مكاني إحنا بنستقبل فيها على إيميل البرنامج كل المشاكل اللي بيبعتوها لنا مشاهدينا وبنرجع إحنا نسجلها. النهاردة القصة مسجلينها بصوت المهندسة مروة عامر وبنسمع القصة كلنا مع بعض وبنحاول مع ضيوفنا في الاستوديو ان احنا نقول اقتراحات وحلول للمشكلة وكمان بناخد تليفوناتكم مشاهدينا علشان تنصحوا صاحب او صاحبة المشكلة لو كنتوا مكانه تعملوا ايه. انا طبعا برحب بضيوفي دكتورة هناء مرعي اهلا يا حبيبتي ونيلي كرم اهلا يا نيلي وشيماء سعيد اهلا يا شيماء. احنا هنسمع طبعا دلوقتي مع بعض المشكلة ونحاول نحل صاحبة المشكلة مشكلتها وننصحها برأينا وطبعا مشاهدينا كمان هنستنى تليفوناتكم بعد ما نسمع مع بعض لو كنت مكاني النهاردة عشان نحاول ننصحها تعمل ايه. انا واقعة في حيرة كبيرة وعايزاكم تساعدوني. انا اتجوزت وانا عندي 19 سنة وانا لسه في اول سنة في الجامعة. اتقدم لي عريس اكبر مني بحوالي 12 سنة كان ماديا كويس جدا بس احنا كمان مستوانا المادي كويس وكان اجتماعيا اقل مننا في المستوى لكن شخصيته قوية ولطيف جدا. كان لطيف معايا وبيعرف ازاي يحتويني في الكلام عجبني قوي واهلي ما كانوش موافقين لكن مع اصراري وافقوا بعد ما نصحوني كتير ان في فرق اجتماعي وفرق في السن واتجوزت ونصحني اني اجل دراستي في الجامعة على الاقل الفترة الاولانية من الجواز علشان حملت على طول واتفرغ ليه وللبيبي وخلفت بدل الطفل 3 وخلال حياتي الزوجية معاملته كانت بتسوء يوم عن يوم وكل ما افتح موضوع الجامعة يتخانق معايا وكانت شخصيته صعبة جدا كان بيقهرني ويظلمني ويحاول بكل طاقته يمسح ويلغي شخصيتي لحد ما في يوم قلت له اني لازم اكمل الجامعة بتاعتي لاني مش حاسة بكياني. لقيته بيشتم وبيتخانق وبيقولي كيان ايه كيان ايه يا مكيان واهني ووصلت كمان انه ضربني. طبعا سبت البيت ورجعت بيت اهلي اللي قالولي انت غلطتي من الاول لما اتجوزتيه لكن في الاخر وقفوا جنبي لحد ما اتطلقت واتنازلت عن كل حاجة علشان اتطلق وعشت مع اولادي في بيت اهلي ورجعت الجامعة وانا اصلا مش محتاجة له ماديا وطبعا هو ما بقاش يصرف عليهم ومش بيدينا اي حق من حقوقنا وعمل لنا مشاكل كتير وكل ما حد يتقدم لي يروح يعمل معه مشكلة وخناقة وعلى طول بيهددني انه ياخد الولاد وتقدم لي راجل محترم ووسيم وحنين وشجعني على التعليم وكمان اني لازم اشتغل بعد الجامعة بس مشكلته انه متجوز ومخلف وعلشان مشاعر اولاده عايز يتجوزني من غير ما مراته تعرف. اهلي رفضوا طبعا لكن انا لسه بكلمه وبخرج معاه من وراهم. هو حنين جدا بيخرجني ويجيب لي هدايا وحاسه انه هيعوضني عن كل فات وعرض عليا اننا نتجوز جواز عرفي في السر من غير ما حد يعرف وانا بصراحه الفكره عجباني علشان كده هتجنب مشاكل طليقي لكن خايفه من الخطوه دي خايفه من فكره الجواز العرفي. ولما صرحت ماما في الموضوع قالت لي المهم عندي سعادتك لو ده هيسعدك اعمليه وانا مش هقول حاجه لباباكي ولا اخواتك بس انا مش عارفه اعمل ايه اوافق واتجوزه في السر بس خايفه من اهلي يعرفوا او طليقي او ولادي او مراته او حتى ولاده خايفه اتجوز في السر اندم وخايفه اسيبه اندم محتاره عايزه نصيحه لو كنتم مكاني تعملوا ايه. رجعنا لكم مشاهدينا على الهواء مباشره وسمعنا مع بعض القصه ونحاول نساعدها كده ونقول لها لو كنت مكانها يا شيماء تعملي ايه. اقول لها سريحي حبيبتي مش هتندمي خالص وعيش حياتك ادرسي ذاكري خلي حياتك ليكي. هو ليه دايما لازم حد معايا حد بيشاركني حد بينغص عليا عيشتي. وبرضو عايزة اقول لوالدتها يعني خليكي ليكي يعني مش رأي على قد ما هو نصايح وجهيها او وضح لها اللي هي بتعمله ده هيوديها لفين بعد كده. دي حاجة. الحاجة التانية المهمة انه اتعلمي بقى من اللي فات ما ينفعش ان انا اللي عملته اعيده. بس
نيلي لو كنت مكانها تعملي ايه؟ لا طبعا يعني انا رافضه الجواز العرفي ده باي شكل من الاشكال. يعني الجواز اشهار. يعني هي لازم تفهم ان يعني لازم يبقى معترف بيها قدام الدنيا كلها وما تعالجش غلط بغلط. يعني انت غلطتي في الاول واتجوزتي واحد مش من مستواكي، ما فيش تكافؤ، فده طبعا خلى العلاقه بينهم باظت. وفي اولاد دلوقتي، فهي تركز مع اولادها، ولو تقدم لها انسان تاني محترم برضو يعني ان شاء الله تلاقي ويكون يعني يتجوزها في النور وفي العلن. انا شايفه ان ده طبعا يعني اكرم لها واحسن لها. دكتوره هناء، قولي لي لو كنت مكانها تعملي ايه؟ لا انا طبعا سلامتك طبعا، انت عندك نزله برد جامده، الف سلامه. يعني انصح صاحبه المشكله انها ما تاخدش اي قرارات في الوقت الحالي. يعني هي في مرحله من عدم الاتزان، لسه خارجه من صدمه وتجربه فاشله، فاي قرار هتاخده هيكون غير صائب. وتنظر لنفسها نظره يعني اكثر جديه. الجواز بهذا الشكل عمره ما هيستمر، وطالما هو عرض عليها عرض زي ده يبقى هو اكيد شايفها بنظره مش صحيحه. فهو طبعا مش عايز يخسر اي حاجه، هو عايز المتعه وعايز الفن، وفي نفس الوقت عايز بيته وعايز مراته وعايز ولاده. طبعا دي قمه الانانيه، وهي اللي هتكون الضحيه. نظره ولادها ليها هتكون طبعا، لان مفيش حاجه هتفضل في السر طول العمر. فيعني جواز بهذا الشكل محكوم عليه بالفشل من قبل ما يبدا، فهي لازم تكون اكثر وعيا وادراكا. وبعدين هي كانت مشكلتها في الزواج الاول ان هي عايزه تكمل تعليمها. فالمفروض ان كل الفوكس بتاعها دلوقتي تكمل تعليمها، تشوف مستقبلها، تشتغل، هتكون اكثر قدره على اتخاذ قرار سليم واكثر ثقه بنفسها. يعني هي فعلا دي نقطه مهمه اللي هناء قالتها، انه هي كانت مشكلتها مع جوزها الاولاني طليقها دلوقتي موضوع التعليم. خلاص رجعت وحطت رجلها على اول الطريق تاني، وفي الجامعه عايزه تضحي تاني. مش انا قلت لك هي في مرحله من عدم الاتزان. يعني خارجه من صدمه، فاي واحد سواء هذا الرجل او اي رجل تاني جه قال لها كلمتين حلوين هي هتحبه، ممكن ضحك عليها بالكلام طبعا. انا في حاجه عايزه اقول لك عليها كمان، انه مش معنى ان انا غلطت مره انه خلاص ابقى انا اترمي. يعني بقيت اكسبايرد، لا عادي، كل انسان بيتعلم من غلطه، والعلان زي ما بيقولوا بفلوس. فالوقت يساوي يعني ان انا بنتج وبتعلم وبعمل حاجات كتير في حياتي، فانا غلطت مره اتعلم منها، بقى مش هفضل قاعده بتفرج يعني. واغلط تاني. طب بصوا نشوف كده مشاهدينا على صفحتنا على الفيسبوك نصحوها برضو وقالوا رأيهم في المشكلة. مثلا ألاء بتقول لا طبعا اللي يتبني على غلط نهايته غلط، نهايته ندم، فأنصحك لا. أماني كده بتصلحي الغلط بغلط أكبر منه وهيبقى وقت مفيش فيه ندم. حمادة لا اوعي تبني سعادتك على حساب الآخرين، أكيد بعد فترة هيسيبك لأن مراته وولاده هم حياته. دي حقيقة. حبيبة لا ما تتجوزيهوش لأنه لو بيحبك، لو بيحبها، بيتكلم على صاحبة المشكلة، لو بيحبها مش هيتجوزها في السر، وبعدين هي عايزة تكرر نفس الغلطة وتتجوز من غير ما تكمل دراستها، هي نفس النقطة هي، ووالدتها المفروض تمنعها مش تسيبها كده. زينب يعني تطلعي من فخ، توقعي نفسك في مستنقع، انت ليه مصممة تفشلي؟ ذاكري واشتغلي وحققي طموحك الأول، وبعدين فكري في الارتباط علشان ما تقعيش في مشاكل اكتر، والله اعلم. منى سيبيه، وهو لو شريكي بجد هيعمل المستحيل علشان يتجوزك جواز شرعي، وما يخليكيش تعرضي لاهانه وخجل بسببه بعد كده. يعني مرمر ممكن الخروج والهدايا عايز المخفي لشخصيته، بمجرد ما هتنطفي بقى القصه دي بتاعت الخروج والهدايا هيتخلى عنك. في النهايه مراته وولاده هم اللي في النور، واي حاجه بتحصل في الخفا دي غشاوه وبتبقى غلط. دوسي على قلبك شويه واستني فرصه احسن. فاطمه بعدين يا دعاء في خطا شرعي في الرجل، هو بيقول مش هيقول لمراته. طب ما ينفعش، هو عايز بقى كله في السر. لا فن زي ما بتقول. لا زي ما قلنا قبل كده انه يعني لنفسه. خلاص بقى امتلكها، فبقى في الامان، بقيت بتاعته. احنا ناخد تليفونات وهنرجع نكمل كمان على صفحتنا على الفيسبوك باقي برضو الاراء. مروه اهلا يا مروه. ازيك يا دعاء؟ اهلا يا حبيبتي.
بصي يا دعاء، عشان بس الناس ما تفتكرش ان انا يعني بتكلم من حته شخصيه، انا من زوجه تانية ولا حاجه، انا متجوزه وزوجه اولى وعايشه حياتي عادي ومفيش مشكله. انا ما عنديش مشكله اني اتجوز جوازه تانية. ماشي، انا من النوع اللي ممكن ابقى عارفه ما عنديش مشكله، بس في ستات تانية ما ينفعش يتقال لها لانها تنكد عليه عيشته. وانت ازاي بقى استني يا مروه، ثانيه واحده، انت ازاي عندك استعداد ان جوزك يتجوز عليكي واحده تانية وما يبقاش عندك مشكله؟ بتفكري ازاي؟ اقولي ربنا حللها. انا بسيها من منطلق ديني ان ربنا حللها، ليه انا اقف فيها ان هو حاجه؟ لا، انا عنديش مشكله. لو هو هيبقى قادر ان هو يعدل بيني وبينها وبين ولادي وبين ولادها وما فيش مشاكل، انا ما عنديش مشكله. فانت رايك يا مروه، رأيك يا مروة في مشكلة اللي بعتلنا المشكلة، انت بقى لو مكانها وتعرض عليك العرض ده بتاع الجواز في السر وعرفي وخافي والقصة دي من غير ما اهلك، قولي تعملي ايه؟ هو العرفي مش عشان الناس حاطه في دماغها ان هو ورقه بين راجل وست، لا، ما احنا هنتجوز عند مأذون وكل حاجه، واهلي هيبقوا عارفين مثلا. ده لو انت، لكن هي القصه دي لا، القصه دي مش عند مأذون ولا حاجه، دي ورقه كده بينه وبينها ومش عايز اهلها يعرفوا. لا، ما خلاص احنا ده كده دخلنا الزنا. يعني انت لو مكانها تنصحيها بايه؟ ان هي لو ورقه، يعني هي زي ما قالت كده ورقه بينها وبين بينه ومحدش يعرف ومش على يد مأذون، بقول لها لا، ده انت كده بتزني. تمام. لو مأذون هيكتب الورقه اللي هو الجواز عرفي عشان من ورا زوجته الاولانيه وهي تبقى زوجه ثانيه، ما عنديش مشكله قوي. ماشي يا مروه. بقولك انا معايا مروه في حاجه، انه ساعات ظروف الحياه بتخلي انه الزوجه الاولانيه تقبل، تمام، بس لازم يبقى بالتراضي. ما ينفعش انه اللي هو يا اما يتجوز عليا يا اما ابقى انا في خبر كان. وفي الحاله دي هقول لها يعني اللي بيعك بيعه يعني. دي نقطة كده خارج المشكلة اللي هي بتاعت ان الزوجة الأولى توافق ولا ما توافقش على الجواز التاني. يعني اللي غلط يعني نظرة المجتمع للي بتتجوز عرفي مش كويسة يعني، وبعدين مامتها بس اللي هتبقى عارفة، طب والناس اللي شايفاها رايحة وجاية معاها. بالظبط، يعني نظره، يعني ليه تخلي الناس تبص لها بصه دي في القصه بتاعتها هي كمان مطلقه. لكن قصه ان مروه مثلا بتقول ان هي توافق ان جوزها يتجوز عليها، ممكن دي مقدره، ممكن دي حاجه ثانيه يعني. كل واحده غير الثانيه، كل واحده مقدرتها غير الثانيه، ظروفها زي ما شايفه بتقول غير الثانيه، ممكن تكون محتاجه له ماديا من حقها تكون عشان ولادها في تكون من حقها، مش لازم افرض دي هي انا ارفض. بالظبط. انت من حقك تعرفي وانت تقولي بقى ولا تقولي لا، لازم تعرف طبعا. بس هي الفكره في حاجه، انه يعني انت ليه مخليه حياتك مبنيه على وجود الشخص ده؟ يعني الحياه فيها حاجات تانية لطيفه كتير غير ان انا كويس ابقى قاعده في حمه بيضحك عليها ومحترم ووسيم بيخرجها وبيدي لها هدايا وهي لسه بقى خارجه من واحد ضاربها. اوكي، وبعدين حاجات مفتقداها وقت في البيت متأمنة عليها، صغيره 19 سنه يعني ما عاشتش حاجه ولا استمتعت بسنها ولا ولو دخلت الخزنه اول عمرها يعني هيعمل ايه؟ هو بيجيب لها هدايا عشان يجرجرها يدخلها القفص. بس انا بقيت في القفص دلوقتي، هيحصل ايه بعد القفص؟ مش هتستمر. بالظبط، هبقى عصفوره بيتفرج عليها. لا، دي حاجه في الظل كده يعني، مش معترف بيها حتى. يعني المفروض لا يمكن تقبل، هبقى عصفوره محطوطه في قفص بيتفرج عليها وعلى جمالها وحلوه ولطيفه وبتفرج الناس افضل من كده. طب ونفرض ان هي كده هتتقهر في المستقبل، حملت منه كمان، مش والد يجيب اطفال؟ لو حملت طبعا مالهمش حق، هي من حقها، هي لو عايزه ده تقدر تعمله من حقها. بس هي الفكره في حاجه ان هي كده بتبني بقى ايه يعني، غلط على عارفه اللي رجله دخلت في الوحل، فكل ما يجي يخرجها بيلاقي الرجل الثانيه غرزت يعني، فمن الاساس ما تخشش بقى في الوحل. انا شايفه انه الموضوع ده مقفول اصلا، وتكون نظرتها لنفسها اكثر احتراما واكثر تقديرا يعني. هي عندها حاجات كتير حلوه قوي، عندها اهل سبورتنج ليها جدا، عندها اولاد، عندها يعني، فالمفروض الحاجات دي ظروفها الماديه كويسه مش محتاجه شويه التجربه اكيد برضو يعني ثقلتها بحاجات كتير وخبرات. يعني مش هتكرري بقى غلطات قبل كده كان ما فيش تكافؤ، بعد كده هتتنازلي وتبقي في الظل ليه؟ طيب لا طبعا. تعالوا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنسمع كمان المشكله مره تانية ونستنى تليفونات مشاهدين. خليكم معي.
هذا البرنامج برعاية المؤتمر. بتنظمه صناع الحياة، مؤسسة صناع الحياة مصر، تحت عنوان ساعة الانتشار ودقة الحوكمة. هدفه ان احنا بنلتقي قيادات صناع الحياة على مستوى الجمهورية، المؤسسة الام والجمعيات المتعاونة المنتشرة على مستوى 351 مركز في مصر. هدفنا ان احنا نتفق المجالات اللي هنشتغل فيها السنة الجاية، طريقة الحوكمة في العمل اللي هنتفق فيها هنشتغل فيها السنة الجاية ان شاء الله، انواع المشروعات، مجالات العمل، ازاي هنشتغل تنفيذ على ارض الواقع. بتقابلنا تحديات تنموية كبيرة جدا جدا، ولازم نتفق بده عشان يكون في انتاجية عالية. اليوم حرصت ان يحصل في تواصل ما بين مجلس الامناء وما بين الجمعيات المنتشرة على مستوى الجمهورية، فده لقاء مهم جدا. الرؤساء الجمعيات المنتشرة مع شباب المتطوعين مجتمعين مع مجلس الامناء لمناقشة الخطوات التالية في خدمة المجتمع المصري. في جهود تمت خلال السنوات السابقة، لكن في حرص أنه الفترة الجاية تشهد توسع وتوجيه هذه الجهود بشكل أكثر كثافة حتى يخدم أهداف المجتمع المصري الحريص على تحقيق تنمية متواصلة ومستدامة وتقدم خلال الفترة القادمة. إحنا محتاجين نحافظ على مصر، كل واحد من مكانه بيحافظ على مصر، وإحنا دورنا دايما بنؤمن بأن الوقاية خير من العلاج. لما بتترك مشكلة إلى أن تستفحل ربما تخرج عن إمكانياتنا إحنا، لكن إحنا دايما المبدأ اللي إحنا ماشيين عليه هو الوقاية خير من العلاج. نطعم ضد شلل الأطفال والدرن، وناخد عينة من الغدة الدرقية، وخلي بالك من باقي التطعيمات، الخماسي والثلاثي الفيروسي والجرعة المنشطة من الثلاثي البكتيري، وباقي جرعات شلل الأطفال مواعيدهم عند شهرين 4 6 9 سنة وسنة ونص. احميهم طعامهم، ده مفيش أغلى منهم. حيرة كبيرة وعايزاكم تساعدوني. أنا اتجوزت وأنا عندي 19 سنة، وأنا لسه في أول سنة في الجامعة. اتقدم لي عريس أكبر مني بحوالي 12 سنة، كان ماديا كويس جدا، بس إحنا كمان مستوانا المادي كويس، وكان اجتماعيا أقل مننا في المستوى، لكن شخصيته قوية ولطيف جدا. كان لطيف معايا وبيعرف إزاي يحتويني في الكلام، عجبني قوي. وأهلي ما كانوش موافقين، لكن مع إصراري وافقوا بعد ما نصحوني كتير إن في فرق اجتماعي وفرق في السن. واتجوزت، ونصحني اني اجل دراستي في الجامعه على الاقل الفتره الاولانيه من الجواز علشان حملت على طول واتفرغ لي وللبيبي، وخلفت بدل الطفل 3. وخلال حياتي الزوجيه معاملته كانت بتسوء يوم عن يوم، وكل ما افتح موضوع الجامعه يتخانق معايا، وكانت شخصيته صعبه جدا، كان بيقهرني ويظلمني ويحاول بكل طاقته يمسح ويلغي شخصيتي. لحد ما في يوم قلت له اني لازم اكمل الجامعه بتاعتي لاني مش حاسه بكياني. لقيته بيشتم وبيتخانق وبيقولي كيان ايه، كيان ايه يا مكيان، واهني، ووصلت كمان انه ضربني. طبعا سبت البيت ورجعت بيت اهلي اللي قالولي انت غلطتي من الاول لما اتجوزتيه، لكن في الاخر وقفوا جنبي لحد ما اتطلقت واتنازلت عن كل حاجة علشان اتطلق، وعشت مع اولادي في بيت اهلي ورجعت الجامعة وانا اصلا مش محتاجة له ماديا، وطبعا هو ما بقاش يصرف عليهم ومش بيدينا اي حق من حقوقنا، وعمل لنا مشاكل كتير، وكل ما حد يتقدم لي
يروح يعمل معه مشكلة وخناقة، وعلى طول بيهددني انه ياخد الولاد. وتقدم لي راجل محترم ووسيم وحنين وشجعني على التعليم، وكمان اني لازم اشتغل بعد الجامعة. بس مشكلته انه متجوز ومخلف، وعلشان مشاعر اولاده عايز يتجوزني من غير ما مراته تعرف. اهلي رفضوا طبعا، لكن انا لسه بكلمه وبخرج معاه من وراهم. هو حنين جدا، بيخرجني ويجيب لي هدايا، وحاسه انه هيعوضني عن كل اللي فات. وعرض عليا اننا نتجوز جواز عرفي في السر من غير ما حد يعرف، وانا بصراحه الفكره عجباني علشان كده هتجنب مشاكل طليقي. لكن خايفه من الخطوه دي، خايفه من فكره الجواز العرفي. ولما صرحت ماما في الموضوع قالت لي المهم عندي سعادتك، لو ده هيسعدك اعمليه، وانا مش هقول حاجه لباباكي ولا اخواتك. بس انا مش عارفه اعمل ايه، اوافق واتجوزه في السر؟ بس خايفه من اهلي يعرفوا، او طليقي او ولادي او مراته او حتى ولاده. خايفه اتجوز في السر اندم، وخايفه اسيبه اندم. محتاره، عايزه نصيحه، لو كنتم مكاني تعملوا ايه؟ رجعنا لكم مره تانية مشاهدينا على هؤم مباشره، وسمعنا مع بعض قصه لو كنت مكاني. ومعانا تليفون هدى. اهلا يا هدى. عليكم السلام يا حبيبتي، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبه قلبي. اهلا بيك. ازيك يا ست الناس كلها؟ يا حبيبتي ربنا يخليك. حبيبه قلبي يا جميله. يا حبيبتي متشكره، ربنا يبارك فيك يا رب ويعز الاسلام بيك يا بنت. يا رب يا حبيبتي ربنا يخليك. انا بقى عايزه ادخل مداخله اقول رايي. انا بقى لي 30 سنه مع عمي وبحبه زي ما يكون مخطوبين. يا حبيبتي هدى عندي 55 سنه. ربنا يديكي الصحه ما شاء الله، لا قوه الا بالله. صحه ويقدرك على فعل الخير الجميل اللي انت بتعمليه. يا رب يا حبيبتي متشكره. فانا بقول يعني بقول لبنتي دي اللي هي لسه متكلمه، بقول لها اصبري، انت صغيره ما فيش داعي لجواز عرفي والحاجات دي وتضيعي مستقبلك، وكملي تعليمك زي لما انت تبقي عايزه. كل واحد بيدخل على حاجه يا بنتي كأن حاجة كانت مش بتاعته وهو أخدها من حد. فليه تحط نفسها في موقف وحش وتبقى هي دايما كده زي المشتبه فيهم؟ يعني تبقى هي دايما هي كده الزوجة الثانية اللي هي أخدت العيلة وفرقت العيلة. فأنا مش معاها خالص. لو حتى عندها 35 40 ممكن تقعد. أنا عندي تقعد من غير جواز وما تتجوزش عرفي. ولكن كل حاجة بتاعت حد بتاعته بتبقى أحلى من بتاعت غيره. يعني ممكن ربنا يرزقها بواحد ما يكونش اتجوز، يكون كبر هو كمان. في رجالة كبيرة عندها 45 50 وما تكونش لسه متجوزة ولا حاجة، أو حتى مطلق، أو حتى مطلق لكن مش متجوز ومخلف. مظبوط يا حبيبة قلبي، ربنا يزيدك يا بنتي. يا حبيبتي ربنا يخليكي. شكرا يا حبيبتي. أو مراته متوفية وولاده كبيرة بالظبط متجوزين. ليه هي تحط نفسها في موضع كده وتبقى غلط كده خالص خالص؟ أنا أنصحها إن هي تمشي في التعليم وتمشي. حب إيه يا بنتي دلوقتي؟ ما فيش حاجة اسمها حب. وحب كمان هيبقى حب حقيقي؟ جواز العرفي ده مش حب حقيقي. ده صدقيني بيضحك عليها ويعملها وكل حاجة هتبقى خرافات وتهيؤات. وبشكر الأساتذة اللي قاعدين دول، ربنا يعز بيهم مصر وينصر مصر. يا رب يا رب. شكرا يا حبيبة قلبي على مكالمتك الحلوة دي. ومعانا كمان تليفون. أهلا يا غادة. أهلا، ازيك يا دعاء؟ أهلا وسهلا، ازاي؟ كنت أحب أقول رأيي في المشكلة دي. طبعا اتفضلي. هي أصلا يعني أخطأت طريقها أولا، يعني فهي عايزة تخطأ تاني ليه؟ يعني الإنسان بيتعلم من تجاربه، مش يعيد نفس الخطأ تاني. أولا تتجه تبني مستقبلها، تتعلم. يعني ليه دايما الست فاكرة أن النجاح في الجواز وفي البيت والزوج؟ طبعا يعني ده شيء مهم وأساسي في حياة الإنسان اللي هو الاستقرار والزواج وكده، لكن لا يمكن يكون اللي هي جاي لها ده وعايز يتجوزها في السر بيحبها. ده بيحب نفسه. صح. هو صح. بيحب نفسه مش بيحبها هي. هيعيش معاها وقت تاني، ليه تبقى أداة لأن هو يسعد نفسه يومين ويرميها وبعدين ترجع تكتئب أكتر وتتعقد أكتر، وممكن يبقى عندها طفل ولا يبقى عندها تبعيات للمشكلة. لا لا، هي تبدأ حياة جديدة بأنها تبني مستقبلها وتقول أنا يعني حققت مستقبلي في كذا، عملت ده. يعني تبني نفسها أولا. يعني هي واضح أنها أصلا شخصية ضعيفة يعني، وبتدور على حد يقويها. لا، هي تقوي نفسها. صح. شكرا يا غادة.
يعني أنا عارفة يا دعاء، أنا أقترح أن حد من رجال الدين يوضح لنا الملف بتاع تعدد الزوجات ده، ملف مهم جدا ولازم نفهم ما لنا وما علينا، ولازم الرجل يبقى فاهم هل في شروط للتعدد ولا ما فيش شروط، وإيه الأدلة، وهل من حق الزوجة إنها تعلم ولا هو ممكن يتجوز عليها بدون علمها. يعني توضيح الأمور دي للمشاهدين وللزوج قصدي وللرجل، ده حيسهل يعني حاجات كتيرة جدا متلخبطة عند قطاع كبير من الناس. فلازم رجل دين بالأدلة يشرح لنا الملف ده بالتفصيل. طيب نقول شوية برضو من إجابات مشاهدينا على الفيسبوك. نوتيلا بتقول أنت خايفة تندمي، مش خايفة من ربنا، اتقي الله عشان يكرمك في ولادك، لو كان بيحبك ما كانش طلب منك حاجة حرام، واسمعي كلام أهلك. أنت لتاني مرة مش هتسمعي كلامهم. ياسو بنصحك تسيبيه، في أحسن منه كتير. حنان اوعي تعملي كده، لو عايزك حقيقي يبقى ما فيش أحسن من الحلال في النور يعني. جوجو لا طبعا، ما بني على باطل فهو باطل، حطي نفسك مكان مراته، لو عرفتي ان جوزك متجوز عليكي في السر هتعملي ايه؟ وكمان جربتي مره تمشي ورا احساسك وما سمعتيش كلام اهلك، اديكي شفتي النتيجه. فكري كويس وما تنسيش كمان تفكري في ولادك برضو، وربنا يكتب لك الخير. هبه هتغلطي في حق نفسك كتير، خليكي وسط اهلك لحد ما تخلصي الجامعه، اصبري وربنا هيعوضك خير، لانك لو اتجوزتي الانسان بتاع العرفي ده مش هتخلصي من المشاكل. نانا الواضح انك اتطلقتي عشان تكملي تعليمك، لكن تتجوزي في السر من اهلك واهله اكيد هتكوني خسرانه. كله بيقول لها لا انت غلطانه، لا ما تتجوزيش في السر، ما تعمليش في نفسك الغلطه دي، ما تكرريش ايه الغلطه مرتين، وخدي بالك من ولادك. انا عايزه اقول لك حاجه بقى، هو ليه اساسا الموضوع ان انا الاقي جوازه كويسه؟ ليه ما الاقيش حياه حلوه؟ الحياه دي بقى ايا كانت يعني تكويناتها او الحياه انا عايشاها ازاي، ممكن ادرس بعد المدرسة اشتغل واساعد الناس، ابقى يا ستي يمكن اتعلم ان انا اساعد الستات ما يقعوش في الفخوخ اللي انا وقعت فيها. يعني طب احنا في نقطة مهمة كذا حد برضو من المشاهدين اشار اليها، موضوع التعليم، كلهم بيقولوا لها انتي سبتي جوزك عشان الجامعة، طيب ركزي بقى ايه في التعليم، لازم تبدأ بيه لان ده هيغير نظرتها للحياة كلها، وهيديها ثقة في نفسها وادراكها للامور هيبقى اوسع واشمل بكتير من النظره الضيقه اللي هي بتبص من خلالها. طيب فكره بقى ان البنت تتجوز وهي لسه بتدرس في الجامعه، ودي بتحصل طبعا كتير، هي غلط ولا صح؟ لا غلط طبعا. يعني هي يعني تكمل تعليمها حتى بتكون نضجت اكتر وبتكون تعرف تاخد قرار مظبوط، فتستنى شويه لما تخلص دراستها، لان هي كده البنت صاحب بالين كذاب، هي بتتجوز خلاص بتتلهي في حياتها بتجيب ولاد فبتتشغل ما بتقدرش تكمل. يعني نادر قوي ما بتلاقي بنت ما كملتش وتتجوز وتكمل، دي قليله. يعني اللي بتتجوز وما كملش بتفضل. فهي يعني انا شايفه كمان ان المسلسلات والافلام لازم يبقى ليها دور يوعوا البنات في الاختيار اولا، وفي الجواز العرفي وخطورته، يعني الحاجات دي مهمة وعلى فكرة تجيب نتيجة، لأن الناس بتبقى قاعدة وبتتفرج وبتقتنع، لازم الإعلام يبقى ليه دور برضو. يعني بيجيبوا الموضوع على الوش بس ما بيجيبوش الخبايا بتاعته. يعني المعالجة الدرامية مهمة جدا، لو تلاحظي بقى لنا كذا سنة في رمضان بيحاولوا يطلعوا الرجل اللي هو متزوج من 4 زوجات ودمه خفيف قوي وحياته سعيدة جدا وعايشين في مكان واحد مع بعض. السلم ده الأربعة في مكان واحد وسعداء وصحاب لا دي صورة مش صح، مش صح ومش في مجتمعنا، مش صح خالص. يعني أصلا ما شفناهاش في الحقيقة، ناس كتير ما شفناهاش. يعني بنشوف الزوجة التانية يعني وبيبقى فيها قلق ومشاكل. على فكرة يعني هو ممكن يكون ده موجود بره بلدنا، يعني احنا أيوة احنا عندنا مصر في مصر ما فيش ده المبدأ بتاعنا. لا طبعا حتى البلاد التانية مثلا الدول العربية التانية اللي كان فيها ما بقاش في الأجيال بتاعتنا، يعني تلاقي أمهاتهم وأبهاتهم ممكن، لكن الأجيال اللي خلاص اللي قدنا دول ما بقاش، كل واحد بقى بيتجوز واحدة وبس. فعلا يعني معنا تليفونات. إيمان أهلا إيمان. أهلا بيكي، مساء الخير. مساء النور حبيبتي، استاذنكم بس عايزه اقول حاجه. اتفضلي. هي البنت مش غلطانه خالص على فكره، هي غلطه الام اللي وافقت ان هي تتجوز بالسر. يعني مامتها ما ينفعش ان هي تبقى سلبيه وتسيبها كده تقول لها اعملي اللي انت عايزاه. على فكره الامهات دي هي اللي جابتنا احنا ورا. والله صحيح، انا زوجه اولى وفي ام زي دي سمحت لبنتها ان تتجوز جوزي من ورايا،
انت عندك تجربة شخصية طبعا. وبعدين وخربت عليا وجابت بنت وولد منه وفوجئت بالكلام ده بعد 8 سنين يا خبر يا حبيبتي. وانت حسيت بقى تغيير طلقها وطلقها مش. يعني انت كزوجة اولى وبيتك بولادك بالرغم من ان التانية دي خلفت لكن برضو لما حصل انك عرفتي هو طلقها اللي هي كانت في السر وهيبقى ده مصيرها ان شاء الله لو حصل ووافقت انها تتجوز في السر لان لو جيش كان شرع عليا من الاول كان احتمال 90% انه وافق لان ده حق ربنا انما لما يعمل كده هو كده يعني يتنازل عن حقي يبقى انا امسك حقه ليه. يعني انت نصحتك ليها ما تعملش كده ابدا. اكيد دي خربت بيوت اكيد كده وامها خربت بيوت لانها سمحت لبنتها انها توافق على كده. شكرا يا ايمان على النصيحه. هي لسه ما وافقتش على كلمه خربت بيوت دي. معلش يعني هي البنت مش بتفكر انها تخرب بيت على قد ما امها عايزاها تبقى مبسوطه لان هي اتعذبت وطلع عينها قبل كده. لكن بلاش مبدا ان مامتها نصيحتها غلط. ما هو ده مش احنا قلنا يعني اول حاجه واضح ان هي كمان سلبيه عاطفيه وسلبيه. قالت لها خلاص اعملي اللي انت دي اول حاجه. انا قلت لها قلت لها في اول جوازه برده كان رايها كده. يعني دي اول حاجه انا يعني اتكلمت فيها انه لازم الام تبقى واعيه شويه مش كده يعني. او يبقى ليها كمان قرار يعني لا يبقى لا هو انا اكبر منك وشايفه ان الموضوع ده مش صح. طيب معانا تليفونات. ايمان اهلا بيكي. ايمان خط قطع. استاذ جمال اهلا وسهلا. ايوه اهلا يا فندم. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام اهلا بيك. وازاي الاستاذ سلم معاك كويسين كلهم. اهلا بحضرتك. على فكره انا عندي 50 سنه متزوج وعندي 4 اطفال ما شاء الله. عندي عروسه عندها 22 سنه ما شاء الله ما شاء الله. وانصح للاخت اللي هي كانت بتقول عايزه تتجوز عرفي بقول لها لا طبعا اكبر غلطه ليكي اللي انت تعمليها. وانا عندي زوجتي من ساعه ما اتجوزتها بقى لي حوالي 27 سنه بقول لها انا عايز اتجوز تقول لي روح اتجوز عاد ولد اخطب لك. ما اتجوزتش لغايه دلوقتي. برافو عليك. والله بكلمك جد النصيب اللي انا هروح واتكلم بس انا عندي عشان ربنا كرمني بزوجتي وفي اهلي الحمد لله بتقول لي روح اتجوز يعني هي قالت لي اجي معاك اخطب لك اللي انت عايزه. متفقين على كده رغم ان في مشاكل وده وده بس الحمد لله يعني لما الست تقول لجوزها روح اتجوز صدقني هي الكلمه دي بترجعه لو هو متقدم خطوه بترجعه 100 خطوه ورا. طب انا هسالك بقى سؤال. اول مره اشترك على القهوه بجد والله. حضرتك منورتنا النهارده بمكالمتك. الله يخليك يا ابله. وعايزه اسال حضرتك سؤال. حضرتك كاب بقى وبتقول ان بنتك مثلا ما شاء الله هي عروسه يعني عندها 22 سنه. لو هي 5% على فكره. ها؟ عندها الحاله اللي هي 5% رجليها تعبانه شويه عشان يا حبيبتي الف سلامه عليها. الخط قطع. كنت هسالك وجهه نظرك كأب في التعليم. طيب معانا نور. اهلا نور. اهلا بك يا دعاء عامله ايه؟ اهلا يا حبيبتي. والله انا تعليقي ان هي غلطانه جدا يعني وان هو داخل لها من سكه نفس جوزها الاولاني ما دخل لها منها يعني. المفروض ان هي تعمل حساب لاهلها عشان هم اللي وقفوا جنبها. وطبعا مامتها غلطانه. المفروض ان هي تعرفها الصح يعني. يعني انت لو مكانها استحاله ان انا اقبل كده طبعا. هعمل حساب لاولادي يعني عشان انا مش هينفع احط نفسي في الموقف دوت يعني. عشان ولادك اكيد طبعا وعشان ربنا طبعا يعني. شكرا يا حبيبتي. شكرا يا نور. طيب احنا عندنا فاصل هنطلع الفاصل ونرجع نكمل تاني لو كنت مكاني. هذا البرنامج برعاية حمايتهم مسؤولية بالتطعيمات الروتينية. خدي بالك
بعد الولادة نطلع شهادة الميلاد، نطعم ضد شلل الأطفال والدرن، وناخد عينة من الغدة الدرقية. وخلي بالك من باقي التطعيمات، الخماسي والثلاثي الفيروسي والجرعة المنشطة من الثلاثي البكتيري. وباقي جرعات شلل الأطفال مواعيدهم عند شهرين 4، 6، 9، سنة وسنة ونص. احميهم طعامهم، ده مفيش أغلى منهم. زواج، بنوك، ميراث، طلاق، زكاة، صوم، المواضيع دي كلها ممكن تقابلها في حياتك، وبتبقى دايما عايز تعمل اللي يرضي ربنا. عشان كده لما تستشير شيخ اسأله عن كل آراء الفقهاء، لأن ممكن يكون اختار الإجابة المناسبة لحياته وظروفه الشخصية ومش مناسبة لحياتك وظروفك أنت. عشان لما تستفتي قلبك تختار الرأي اللي يناسبك وتطمن له، وما تقيدش نفسك برأي حد واحد، وده حق زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال 3 مرات: ولو أفتوك أفتوك أفتوك. ديننا الجميل أبعدك عن الإجبار، ديننا الجميل أعطاك حق الاختيار. لو عندك سؤال اتصل عشان تعرف كل الآراء وتختار اللي يناسبك، اتصل على 19-385 تحت إشراف دكتور سعد الدين الهلالي. خدي بالك، بعد الولادة نطلع شهادة الميلاد، نطعم ضد شلل الأطفال والدرن، وناخد عينة من الغدة الدرقية. وخلي بالك من باقي التطعيمات، الخماسي والثلاثي الفيروسي والجرعة المنشطة من الثلاثي البكتيري. وباقي جرعات شلل الأطفال مواعيدهم عند شهرين 4، 6، 9، سنة وسنة ونص. احميهم طعامهم، ده مفيش أغلى منهم. معاكم مشاهدينا على هم مباشرة وحلقتنا لو كنت مكاني، ومعنا تليفونات. أستاذ رفعت، أهلا وسهلا. أهلا بيك مدام دعاء. أهلا وسهلا، اتفضل. أهلا بحضرتك وأهلا بضيوفك الكرام. أهلا بيك. أنت حضرتك بتتناول المشكلة دي ومحدش جاب سيرة الأم، بالرغم أن عليها دور كبير ومحدش وجه لها الملامة. أنا بوجه اللوم للأم أولا اللي بيتوافق بنتها ومن وراء بقية الأهل. عاطفة الأمومة بتطغى عندها، بتخليها تدمر مستقبل بنتها لتاني مرة. يعني أول مرة وافقت معاها وتجوزتها جوازة فيها اختلاف اجتماعي زي ما قالت في المشكلة، إن المرة التانية المفروض، يعني عشان كده حتى شرع ربنا بيقول لك إن الأم ما تنفعش للبنت الجواز لأول مرة إن تبقى ولي، تحتاج ولي راجل. الأب طبعا عنده نظرة تانية. بيبقى الراجل عنده نظرة أخرى طبعا. الراجل ده لو هو عنده استعداد يتجوز اثنين ما كانش يقول أنا خايف من مراتي الأولانية، لأن ليه شروط الجواز الثاني. صح، لأن افترض علمت أن مراته الثانية يبقى هي مصيرها على طول الطلاق طبعا، ثاني يوم هيضحي بيها. يبقى فاهمة هي كده تماما، معلش يعني. يعني حضرتك تقول لها لا. طبعا لا. بالثلث طبعا، ده تبقى فاهمة تماما. السؤال نسأله ولا ترد عليا؟ لو مراته عرفت، ومراته هتعرف، لان مفيش حاجه اسمها جواز في السر طبعا. حتى الجواز العرفي الناس كلها بتبقى عارفه. صح. ف مراته عرفت، ايه البديل بقى؟ صح. على طول هيبقى هيضحي بيها، هيضحي بيها هي طبعا. صح كده، فهي بتلاقي بتدمر نفسها، هي فرحانه بشويه الهدايا وشويه الكلام اللي قاله لها، والواد شغال عليها وعلى امها مش عليها هي لوحدها. ايوه، بس هي طبعا ما عرضتش الكلام ده في المشكله. لو شغال على الام الاول، لانه عارف انه مفاتيحها عند امها. لو هو صح يقول لها طب تعالى قابل باباكي، قابل اخوكي، قابل عمك، قابل خالك. يعني الحاجات دي ما ينفعش بقى فيها ان نشغل العاطفه، لازم العقل طبعا اساسي. وعشان كده الراجل دايما عقله بيبقى في حكمه، في حكمه يعني. طبعا، وبيخاف على مصلحتها وعلى مستقبلها اكيد. بشكر حضرتك جدا. انا عندي اعتراض على موضوع الرجل والمراه.
التناول ده مش سليم ابدا، لان برضو في بعض الرجال بتبيع بناتها في بعض القرى المصريه. بس ده بيبقى فيه بس ده بيبقى فيه جهل وفقر، دي حاجه ثانيه. يبقى ده اللي نعالجه، لكن العادي الطبيعي ان فعلا في كل الاسر اللي حوالينا تلاقي دايما الاب ليه نظره صح. لا ازعل منك. لا فعلا، لا الست عموما بجد عاطفيه، ودايما المشاكل كلها بتبقى بسبب ان احنا بنغلب العاطفه. الراجل عقلاني برضو. انا والدتي كانت عكس، والدتي انت في حياتك انت بقى عاطفي جدا سبحان الله، وكان بيزعل لما ماما تعاقبني. بس ده مش الاصل يعني، ده استثناء يعني. لا، القرار لازم يبقى مشترك بين الام وبين الاب، والاكثر عقلانيه هو اللي ياخد القرار النهائي. بس ما فيش حاجه اسمها ان هي مامتها عاطفيه يبقى ما تاخديش رايها، لا، هي امها الراي خاطئ، رايها غلط طبعا. عن هي يعني مش عشان هي امراه فاخدت النظره دي غلط. كانت ان الرجل هو اللي بياخد الراي السليم والمراه دايما تاخد الراي الخاطئ، لا ده مش صحيح. طيب معانا تليفونات. الو، كريمه. ازيك حبيبتي؟ قلبي عامله ايه؟ اهلا وسهلا، بحييك على برنامج بتاعك الجميل ده. ربنا يكرمك ويجعل حسناتك يا رب. يا رب حبيبتي، انت كده تعتبري بتعملي فعل خير. الله يخليكي يا حبيبه قلبي، اتفضلي. ربنا يعزك يا حبيبه قلبي. معلش انا احب اقول للبنوته دي حاجه، انت تخسري ايه لما تتعلمي وتثبتي ذاتك وتثبتي كيانك وتثبتي وجودك؟ واكيد اوريدي لما تتعلمي وتفكري بعقلانيا اكتر من كده اكيد انت هتاخدي حقك اللي الله اللي ربنا عز وجل اللي كتبه لك. لو علمت الغيب لاخترت الواقع. فخليكي في اللي انت فيه، واتمنى من الام ان هي تنصحها طبعا ده غلط. انا لو بنتي جت قالت لي كده سوري في اللفظ، انا هحط المخه تحت رجلي لان مش هينفع. انا على ايش؟ برافو عليكي، ام قويه. برافو عليكي. اكيد اكيد اكيد. بصي يا بنتي، انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي يا حبيبتي. البنت اللي بعتت الرساله ديت انا هقول لها انت غلطانه غلطانه، هتخسري نفسك وهتخسري كل اللي حواليكي وهتخسري ولادك، ولو كان جوزك بيهددك ان ياخد ولادك عارف ان دي نقطه ضعفك. لا، قوي نفسك بنفسك، ولو قلت له خدهم هو اللي بعد اسبوع هيجيبهم لك مش هيقدر عليهم. يعني تبقى قويه، القوه دي هي اللي هتجيب حقوقها. جدا، هو عارف نقطه ضعفها. معلش يا استاذه انا مريت بالموقف دوت، فمعلش قويت نفسي وقلت له خدهم اسبوع بالظبط جابهم لي يا حبيبي. انا مش قادر اكمل. برافو عليكي ما شاء الله. بصي، كانت في اختي دايما بتقول لي مقوله كانت بتعجبني قوي،